السلام عليكم، ني في شيوات امي ان شاء الله راح ندير لكم وصفه بالبوز اللوف. اذا راح نديروا في كوشه وان شاء الله نقدم لكم عده وصفات تاع البوز اللوف. اول شيء نبدا به هو لاصوص طوماط. درت شويه تاع الزيت سخن، نسكر فج الثوم حوالي زوج فصوص تاع الثوم. انا راح ندير انا بلا صغير وكل وحده دير على حسب افراد العائله تاعها. اذا نقلي الثوم تاعي، نزيد له حوالي نص مغرفه تاع طوماطيش مصبره، نقلي الكل مع بعض. الطوماطيش مصبره كي تقليها تعطي لك بنه احسن من اللي ديريها مع الاخر. جربوا هذه الطريقه راح تمت بنه الطوماطيش مصبره. من بعد ندير حوالي حبيبه تاع طوماطيش كهجة، الآن ندير لي زيبيس، ندير شوية تاع فلفل كحل، راكم تعودتو على الطبخ تاعي، أنا منحبش بزاف منحبش ندير بزاف لي زيبيس، ندير شوية تاع الكمون، بما أنو البوز اللوف يحب الكمون، منكتروش، حتى يعني منبدلوش الطعم تاع الماكلة، يعني الماكلة كي نحولها لي زيبيس راح يتبدل كامل الطعم تاعها. ندلها المعدنوس، انا لاصوص تاعي نحبها دائما بالمعدنوس راح يعطيها ذوق ما شاء الله. وراح تنقص لنا هذيك الزفاره يعني تاع البوز اللوف، تنقص لنا هذاك الادام تاعو. هذا واش ندلها هنايا، خليها تغلي هنا. الى خاف تجيهم قرصه تقدروا ديروا شويه يعني نص مغرف صغيره تاع السكر، انا ما نستعملش السكر، يعني نحب حاجه شويه تكون حامضه ماشي بزاف، لكن نتوما لكم اختيار تقدري تزيدي مغرف صغيره تاع السكر. الان خليها تغلي، كي تخثر يعني ماشي تخثر بزاف، شويه فقط يدخلوا المواد في بعضها ونطفي عليها. اذا هنا هاي لاصوص طوماط تاعي واجده. هنا فقط انا زدت الملح، زدته معكم يعني ما درتوش في التصوير. هنا عندي بطاطا قليتها دوائر، وهنا عندي البوز اللوف تاعي غليته في الماء والملح شويه فلفل الكحل شويه زنجبيل، شوطته يعني طريقه معروفه الكل يعرفها. ولا حبيتوا تعرفوا طريقه اكثر راح نعطيكم يعني الطريقه تاع حبيبتي مريومه، راهي دارت الفيديو بالتفصيل، راح نحط لكم يعني الرابط تاعو اسفل لا فيديو، يعني نفس طريقتي مع طريقتها هكذا باش نستفادوا اكثر ونقصوا يعني هذاك العمليه تاع التشواط. ماذا يعني كي عملتها مريومه يعني ماشي شرط نزيد نعملها انا، وهي نفس الطريقه راح نحط لكم الرابط تاعها. اذا واش راح ندير، نحكم ان مول يدخل للفوغ كما رانا نشوفوا، ما ندهنوش لانه كما نعرفوا بوز اللوف فيه لدام. اذا ندير لاصوص طوماط تاعي من تحت كما هنايا راكم تشوفوا، انا عندي مول صغير لكن كل وحده يعني الا درتي مول كبير ضاعف في المقادير فقط كما رانا نشوفوا. نحط البوز اللوف تاعي طايب، يعني هنا كلش طايب، ندخلوه الكوشه فقط يتجمر. الله يأمنوني انه هذه الوصفه بزاف بنينه، يعني اول مره نهاري جربتها يعني ما امنتش، يعني في الدار يعني كلاوها احسن من يعني طيبيها جواز ولا جربوها ورجعوا لي بالخبر. يعني عارفه يعني كان يقول لك كيفاش البوز اللوف بالبطاطا والفرماج، لكن جربوا، دائما الانسان لازم يجرب قبل ما يحكم على الحاجه، يعني هذه نظريتي، الانسان يعني ما يحكمش على حاجه بلا ما يجربها. هنا واش ندير، ندير البطاطا اللي قليتها دوائر، نديرها لهنا كطبقه فوق البوز اللوف تاعي، نغلفه كامل. اذا هنايا كي عملت البطاطا تاعي ندير فرماج غافي يعطيه بنه يعني ما شاء الله، ندير طبقه مليحه تاع الفرماج وندخلو للفوق على 180 درجه. انا الفوق تاعي راهو مشعول، ان شاء الله نجرب نعطيكم وصفات اخرى بالبوز اللوف، يعني حبيت نلبي طلب الاخوات قبل العيد باش يديروا نهار العيد ولا غدوه من داك ولا بهذيك السمانه. اذا ها هو الفمول تاعنا واجد، ندخلو على 180 درجه لانه كلش طايب، حوالي 20 دقيقه نص ساعه راح تكفيه يتجمر فقط، من بعد نشعلو من الفوق ياخذ اللون الذهبي ونحيه ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو المول تاعي خرجته، الوجبه تاعنا راهي واجده كيما رانا نشوفو، ما تخلوهاش طول بزاف الفوق يعني غير تتجمر من تحت حاجه قليله، يعني مده 20 دقيقه راح تكفيها
ونشعلها من الفوق باش يتحمر الوجه تاعها. ها هو واجد، راح نسر به امامكم باش تشوفوه كيفاش يجينا. بسم الله، نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه لانها بزاف بنينه. اذا ها هو بوز اللوف تاعنا بالبطاطا، يعني كوجبه، يعني حتى تعتبر وجبه كامله نسربوا بهذه الطريقه، يعني البطاطا على جهه وبوز اللوف على جهه، ها هو والبنه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي بالخبر. هكذا نوعوا شويه في الاطباق تاعنا حتى اولادنا يحبوا هذه الطريقه. جربوها لانه حتى ولادك لوها احسن من نديرها يعني جواز ولا بالحميصه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.